رمضان بعض الاشخاص اما كيكون عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيكون والو مستقر او لما كيعرفوش كيوقع لهم شي مشكل مثلا كيجيهم دوخه كيجيهم مرض في راسهم كتجيهم عياء ولا كيبدا يتقيا او لا حتى ولا ما يتقياش كيبغي كيبقى في رمضان كيكمل مثلا تيقول لك ما نضيعش النهار نكمل النهار وما كيديرش الحاجات اللي خاصه. اش كيوقع غالب الاحيان كتظهر واحد المشكله اللي هي كبيره اما في الدماغ او لا في القلب. شنو كيمكن لنا نقولوا لهاد الناس؟ الا جا الناس اللي كيتبعوا ادويه اللي عندهم اي مرض مزمن اي مشكله صحيه ولو اللي ما عندوش، الا جا شي مشكل وحس براسو ما هواش خصو اولا يشرب الماء، ما ياكلش ما يفطرش ما ياكلش لكن يشرب الماء، يشرب الماء يرتاح يحبس اي اكتيفيتي ويزور الطبيب، ما يقولكش من بعد المغرب لان غالبا الاحيان كيتزاد هذا المشكل لان كيكون واحد المشكل في الدماغ ولا في القلب اللي خصك تحسرو في داك الساعات الاولى كتكون جد مهمه فما نكملوش. علاش حنا الا ان المواطنين كنشوفوا بان بزاف الناس كيجيهم نوبات في رمضان؟ علاش؟ راه ماشي رمضان الصيام اللي كيدير لهم، شي التعامل مع النوبات. يعني الناس كيقول لك ما كيبغيش يضيع النهار، لا ضيع النهار ما تضيعش راسك ما تضيعش صحتك ورجع. انا كنقول لهم ما يشربوا حتى شي حاجه، يشربوا الماء ويرتاحوا. لا علاش؟ لانني كتشرب الماء هذاك الشوفيه تاع الذات ما كتبقاش، لان لا تشد شي عرق في الراس ولا في القلب كتعطيه شويه الماء كترخف عليه وكدير الراحه، يعني ما كيبقاش يدير مجهود كتعطيه الماء باش يرتاح وكتشوف اش برد ساعه ساعه ونص ساعتين شفتي راسك ارتاحيتي كمل، ما ارتاحيتيش استشاره الطبيب باش نقصوا من داك المستعجلات ديال شهر رمضان. فحرام علينا حنا نبقاو نخليو الناس يوصلوا لهاد المشاكل صحيه خطيره وكبيره لان باش ما يكملش نهار. اي حاجه اعراض جاتك خطيره حسيتي ما هياش دوخه في العمل في الشارع في اي مكان ارتاح وشرب الماء، ارتاح وشرب الماء وارتاح وشوف اشنو كاين من بعد واش تحتاج الطبيب او لا.